الرحمن الرحيم. اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا، احنا على الهواء مباشره من برنامجكم اسال مع دعاء. الموروثات الشعبيه شئنا ام ابينا الحقيقه ان هي عايشه معانا وبتتنقل من جيل لجيل بشكل طبيعي، سواء كنا فقراء اغنياء متعلمين او غير متعلمين، بنتكلم عربي او لساننا اتعوج بشويه انجليزي. الحقيقه ان كل المصريين مقتنعين بمقولات وامثال شعبيه، وبعضنا ان ما كانش كلنا ده عامل لنها منهج لحياتنا وبنقولها ونستخدمها في كل المواقف. ساعة المشاكل نقول لك اه الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح، ده مثل اعتقد انه متفق عليه بين الناس. انما في امثال وعكسها تلاقينا برضو مقتنعين بالاثنين، المثل وعكسه. لو فلان اتاخر معلش الغايب حجته معايا، بس في فلان تاني ما بنثقش فيه على طول، نقول لك اه خليك ورا الكذاب لحد باب الدار. وساعات ما نثقش خالص بقى فنقول لك اه قالوا للحرم يكذب، قال لك جالك الفرج. اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، وفي نفس الوقت اجري يا ابن ادم جري الوحوش غير رزقك لن تحوش. جنه من غير ناس ما تنداس، بس اهم حاجه داري على شمعتك تقيد. القرعه بتتباهى بشعر بنت اختها، بس اللي ملوش ظهر بينضرب على بطنه. كل اللي يعجبك واعجب والبس اللي يعجب الناس، بس حصوه في عين اللي ما يصلي على النبي، وما تبصليش بعين رضيه، شوف اللي اتدفع فيا. وعلى قد الحفك مد رجليك، والقرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، بس طبعا اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. يعني انا لو قعدت اقول امثال شعبيه لبكره مش هنخلصها، كلنا حافظينها وكل واحده فينا عندها مثالها اللي هي متاثره بيه. انما زي ما في امثال لطيفه والدنيا ماشيه معاها بلطافه، في كمان امثال تانية ممكن تبقى مؤذيه مش مريحه، ما فيهاش اي استفاده، بالعكس دي بتاخر وبتجيب ورا، يعني ممكن تجيب بني ادم خطوتين ورا كده. احنا معانا منها لسته كبيره هنناقشها على سبيل المثال، يعني اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. من خاف سلم، سبع صنايع والبخت ضايع، خير ان تعمل شر ان تلقى، والحلو ما يكملش. كل دي امثال الحقيقه انها سلبيه ومحبطه. احنا مستنيين مشاركتكم معانا، اتصلوا بينا احكوا لنا ايه المثل اللي فاتكوا في حياتكم، وايه المثل اللي ضركوا. وهتشاركنا حلقتنا النهارده اللي منورانا، وجالنا من اسكندريه مخصوص دكتوره هبه ياسين الكاتبه والمرشد النفسي والاسري. منورانا يا دكتوره. اهلا بيكي مدام دعاء، ازيك؟ اهلا بيكي. انت الحقيقه ده اقتراح دكتوره هبه، وقالت على فكره ده مش موضوع دمه خفيف، قلت اه ده موضوع دمه خفيف، قالت لي لا ده مش دمه خفيف، ده موضوع عميق. بمعنى ايه موضوع عميق؟ هقول لك بقى. بصي احنا في علم النفس بنقول ايه؟ بنقول انه اي حاجه بتظهر في حياتك هي عباره عن انعكاس لمعتقداتك انت. اوكي، يعني انت من جوه بتفكري ازاي ومعتقده في ايه ومصدقه في ايه، هو ده اللي بيظهر في حياتك بالظبط. اوكي، خطوره الامثال الشعبيه دي انها من كتر ما بتعدي علينا بشكل تلقائي بقت بتكون جزء من معتقداتنا. فلو انا معتقده في حاجه غلط يبقى اذا حياتي كلها هتبقى غلط. انا اسفه معلش، فعشان كده بقول لك مدى تاثير الموضوع ده واهميته ايه. انت عارفه واحنا صغيرين مثلا لما ماما تيجي تقول لك ايه، اوعي تفتحي الباب ده هيجي لك منه عو خلاص. فانت عشان صغيره وبيجي لك الكلام من حد موثوق فيه، خلاص عمرك ما بتفتحي الباب ده. ممكن بعد ما تكبري تكتشفي انك لما تفتحي الباب ده هيطلع منه حاجات كتير حلوه، هيطلع منه فرص او هيطلع منه حاجات انت عمرك ما جربتيها. صحيح. الامثال الشعبيه بتعمل فينا كده، بتحذرك من حاجات هي ممكن تكون كويسه جدا، او ساعات بتحليلك حاجات هي وحشه جدا. المشكله الخطوره انها عملت في دماغك معتقد بقيتي تمشي وراه وانت مغمضه. فاحنا عايزين نقول النهارده يا جماعه ان الموضوع مش بالبساطه دي، مش كل كلمتين نسمعهم من تيتا ومن ماما ومن المجتمع والناس يبقى هم صح. مش كل كلمتين اعتدت على تكرارهم في ودني يعملوا معتقد وابتدي ابني حياتي على اساسه. انا في شايفه انه في امثال هي صح ودايما استخدمها واقول لا بصراحه المثل ده فعلا الناس دي بتفهم، زي الباب اللي يجيلك منه الريح مثلا سد واستريح. انه اي حاجه هتجيلي منها مشاكل اوقفها اعمل ستوب، دي ما فيهاش جدال. انما مثلا انا مختلفه انا ودكتوره هبه على مثل انا بقول لها انه صح والحقيقه ان هو مظبوط، تقول لي ده مش مظبوط، اللي هو على قد الحافك مد رجليك. طبعا ايه الغلط فيه؟ ده حلو وجميل. بصي هقول لك، افرضي انت حاليا دلوقتي الحافك قد كده. لو اقتنعنا بالمثل وعلى قد الحافك مد رجليك، هتبتدي كل افكارك واحلامك وطموحاتك وكل اللي انت عايزه تعمليه هتسجليه في الحته اللي قد كده. عشان ده الحافي، مش هعرف امد رجلي زياده شويه. لا طب ما تبيع اللحاف ده وتشتري واحد تاني، ما معكش فلوسه قسط، ما ادور على فكره تانية تشتري بيها لحاف اكبر. طبعا احنا مش بنقصد اللحاف، انا طبعا انت بتقصدي اي هدف في حياتك. لو انت مش
ظروفك الحالية مش على قد أحلامك أو طموحاتك أو على قد أمنياتك اللي تشوفها في المستقبل، طبعا اعتبرها مرحلة. فكرة على قد لحافك مد رجليك دي بتخلي ناس كتير جدا، الدبانة دي حبيبتنا قاعدة معانا في البرنامج، بتيجي في التصوير بتحب تزورني، معلش مركزة معايا، بترحب بالضيوف، مش معقول. معلش بصوا قبلونا يا جماعة بالدبانة بتاعتنا، معلش. المهم اللي أنا عايزة أقوله إن أنا لو طول الوقت لحافي صغير وكمشة رجلي على قده، عمري ما هفكر امد رجلي، مع ان انا عندي الاوبشن ان انا امدها. طيب لا، خلينا نطبق الموضوع ده على أوكي. حاجه حياتيه يعني. حلو. يعني انا مثلا انا معايا 100,000 جنيه ويا دوب تجيب شقه مش عارفه ايه، لا انا ما اسكنش في الحته دي، انا عايز اسكن في حته احسن، فاقوم حاطه ال 100,000 مقدم وبقى كده. لا ده عارفه اطحن بقى عشان اروح اجيب شقه تانية اكبر وافظع، مش معايا فلوسها، فافضل اطحن عشان ادفع الاقساط او اخد قرض او اعمل مش عارفه ايه. ففي الحاله دي بيتقال لك لا معلش، على قد لحافك، اسكني على قد اللي معاكي دلوقتي، وبعد كده اشتغلي واكسبي وبيعي دي وهاتي حاجه تانية. فمثلا ده مثلا زي ده، مثلا افرضي انا معايا 100,000 جنيه ومعايا ان انا اشتري واحده بالثمن ده، بس انا بحلم بحاجه احسن من كده. انا دلوقتي مرحليا هسكن ب 70,000 مش بيا بس، وال 30 دول هبتدي اخطط بيهم ازاي هجيب بقيه الفلوس اللي انا عايزاها. الفكره انه انا مش عايزه اسجن نفسي دايما على قد الامكانيات الحاليه اللي معايا. مثال مثلا، احنا لسه كنا بندرس في موضوع الامهات وتربيه الولاد والكلام ده كله. افرضي ان انا دلوقتي عندي طموحات لاولادي وانا مش معايا الامكانيات بتاعتها دلوقتي. هل معنى ان انا مش معايا امكانياتها دلوقتي ان انا ابطل افكر طب انمي الوضع ازاي؟ الناس اللي بتصدق في المثل ده تقول لا هو ده اللي معايا، وانا كمان 15 سنين قدام مش شايفه ان في اي حاجه تانية ممكن تحصل، فخليهم على قدهم كده، لا هفكر اجيب مثلا مصدر دخل زياده منين، او افكر ان انا ادور على مكان امكانياته تناسبني ويقدم نفس الخدمه اللي انا بحلم بيها. الفكرة انه مثل اي حاجة بتحجمني على حسب الحال مرفوضة. زي مثلا المدرسة، دخلي ولادك مدرسة، وواحدة الام دايما تبقى شايفة انه انا عايزة ادخلهم مدرسة احسن شوية، معلش ازنق نفسي بس الولاد يتعلموا كويس. الاب بيبقى شايف انه لا، الولاد يتعلموا زي ما احنا اتعلمنا وكله محصل بعضه وفي الاخر هيدوني ايه والكلام ده كله. وعلى قد لحافك مد رجليك، احنا ما عندناش غير كده. فهو ممكن يبقى صح وهي ممكن تبقى صح، بس في الاخر انت بتتكلمي على فكره الرمي لقدام وفكره الطموح. طبعا انت عارفه من اهم قواعد الثراء، على فكره علم الثراء ده علم بيدرس، فبيقول لك من اهم يا شيخه. طبعا. طب ما تيجي تدينا شويه؟ طب يلا اوكي. كلنا امنيه حياتنا ده في كورسات، ده في حاجات كتير في الكلام ده. المهم يعني طب نعمل حلقه عن حلم علم الثراء. طيب احنا عايزين علم الثراء دلوقتي. بيقول لك ان من اهم الفروق ما بين الناس اللي بتفضل فقراء والناس اللي بتبقى اغنيه في وقت من الاوقات هي طريقه تفكيرها. البني ادم اللي عايز يبقى ثري طول الوقت لما بيعوز حاجه بيفكر اوفر المطلوب ده ازاي، انما البني ادم الفقير لما بيعوز حاجه بيحرم نفسه منها. ده يقول لك انا مبدئي ان انا ما معيش فاوفر، اتجاهل اللي انا عايزه عشان اخليني على قد الحافي. انما الاثرياء لا، يقول لك اوكي انا عايزها مش معايا دلوقتي، هفكر وادور اجيبها ازاي وبيجيبها. صحيح، فهمتيني؟ فده الفرق بين الحب اللي بيفكر. شفتي معتقد واحد قد ايه ممكن يفرق في حياه بني ادم؟ طبعا مش بتاكد زرار يا جماعه عشان ما حدش يعتقد الموضوع ساذج قوي كده. لكن انا ممكن على مدار سنتين ثلاثه اربعه خمسه يحصل نقله في حياتي بسبب معتقداتي. صحيح. بسبب طريقه تفكيري. عشان كده تكمن الخطوره لو انا مؤمن بمثل زي على قد لحافك، ما انا هفضل طول عمري على قد لحافي ومفيش حاجه هتتطور في حياتي. ولا الدبانه دي هتروح من هنا. قدامك الحاجه الكبيره كده وتقولي انا عايزه اجيبها او ان شاء الله اوصل لها، وبعدين تتخيلي انه هوصل لها ازاي، ده انا بقبض 250 جنيه او ومع ذلك. على فكره حصل يعني في ناس كتير حصل معاهم القصه دي، انه انت صغيره خالص والدنيا كده باصه لبعيد وبتقولي هم اغنى اغنياء العالم والناس ناجحين قوي في العالم دلوقتي معظمهم كانوا ايه؟ معظمهم كانوا حاجه بسيطه جدا. لا الدبانه دي حبيبتنا جامد يعني. لا زياده قوي. المهم فانا عايزه اقول لحضرتك لا، فعلا المعتقد ممكن يفرق في حياه بني ادم، لانه ناس كتير جدا من المشاهير اللي احنا شايفينهم حاجه ضخمه قوي دلوقتي كانوا بسطاء جدا زمان. صحيح صحيح. طب اخد غاده. يا غاده. ألو. اهلا يا غاده. الو
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دعاء؟ عاملة ايه؟ يا غادة الحمد لله. الحمد لله. اخبار الامثال معاكي ايه؟ الامثال دي حاجة طبعا من الموروث الشعبي، دايما كلامهم بيطلع صح وفي محله. زي ايه؟ احكي لي كده. يعني عندي مثل بؤمن جدا بيه، يقول لك اعمل الخير وارميه في البحر هيرجع لك عين تاني. حلو ده فعلا، بس في خير ان تعمل شر ان تلقى. مش في كل الاحيان، بس احيانا لما الواحد بيعمل الخير حتى لو بيعمله مع حد ما يستاهلش، ربنا بيرده له وبيبعته له في حاجه تانية وبيعوضه بيها. صحيح مظبوط. طب ايه المثل اللي بيضايقك او اللي حاسه ان هو مش مظبوط؟ او الامثال، لا مش في بالي دلوقتي، بس هو المثل اللي دايما بيجي على بالي، اعمل الخير وارميه في البحر هيرجع لك عايم تاني. جميل جميل يا غادة، شكرا ليكي. طيب من خاف سلم. بصي بقى، من خاف سلم. بصي هو بقى فعلا من خاف سلم؟ لا طبعا لا طبعا، من خاف قعد في بيتهم. يعني هو بمنتهى البساطة، اصل انت كل شيء جديد في حياتنا مخيف. احنا كعلم نفس في حاجة اسمها دائرة الارتياح. احنا كلنا بنحب نفضل قاعدين في الحتة بتاعتنا. ايوه صح. سريري، كرسية، مكاني، مجي، حالي، شغلي اللي بروحه وبرجعه كل مرة، حتى لما اجي اغير بيتي ابقى لا انا عايزة اروح من نفس الطريق. احنا بنحب نقعد في الحتة اللي احنا متعودين عليها، وكل شيء خارج دائرة الارتياح ده مخيف. ده كلنا كده، كل بني ادمين كده. فلو فضلت انا بقى من خاف سلم ان انا اغير شغلي، من خاف سلم ان انا اسافر البلد الفلاني، من خاف سلم ان انا اغير طريقه تربيتي لاولادي، من خاف سلم ان انا اغير تفكيري، طب يبقى انا مش هعمل حاجه في حياتي. انا هفضل قاعده في بيتنا. وهل بيسلم فعلا؟ لا طبعا. لانه بمنتهى البساطه انت حتى لو قررنا ان احنا من خاف فضل مستقر، وكل اللي حواليه عمالين يتطوروا، يبقى هو رايح فين؟ هو بينزل. صحيح. انت لو معتقد انك خايف فانت قاعد في مكانك، سواء في شغل، طريقه تفكير، او في مستوى مادي، او في تربيه ولاد، وانت مستقر وانت كده ما بتنزلش، لا انت في حقيقه الامر انت بترجع لورا، لان كل اللي حواليك عمال يطلع قدام. بالعكس بقى، ده انا دايما اقول للناس ايه، انت يعني المكان اللي تخاف تروحه هو ده اللي فيه الفايده اللي انت بتدور عليها. في مثل كده اجنبي يعني بيقول لك الكهف الذي تخاف دخوله هو الذي فيه الكنز. شوف 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 الفرق. بصي، شفتي سلم والكهف الذي تخاف دخوله هو الذي فيه كنز. تخيلي، فرق فظيع بين المثلين. وبصي يعني ده يعلم الاقدام والشجاعه وكده. مش لازم نكون متهورين وتفكيرنا عبيط، نحسب كل حاجه ونحسب الريسك والدنيا وكل حاجه، بس لو انا فضلت من خاف سلم مش هتحرك مكاني. فكره المخاطره كمان، هي المخاطره احنا مش بنخاطر بنموت نفسنا. لا تلقي بايديكم الى التهلكه، مش معناها انك تخاطر، يعني معلش تخسر ناخد كل حاجه. بالظبط، ناخد الريسك بس محسوب، واحنا في نفس الوقت احنا هنقف مش هنقع. اللي مش هياخد الريسك يقول لك لا يا عم وانا مالي وانا كده وخليني وعلى مرتبي وعلى قدي وبتاع، خليك بقى. ما تجيش بقى بعد كده تقول لك دول معاهم منين؟ ما هم طفحوا الكوتا على ما وصلوا. لا، وعنده استعداد ان هو يتحمل الخساره عشان يكسب. يعني اللي كسب مره واحده ده خسر قبلها 3 4 5 مرات بس انت ما كنتش شايف. طب خليني اخد تركيا. تركيا بحالها؟ أيوة. اهلا بيكي. شفتي بقى تركيا بحالها؟ بخير. مساء الفل. ازي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله تمام. النهارده الكلام على الامثال الشعبيه. جميل، احكي لنا كده. ايه المثل اللي انت بتؤمني بيه؟ هي امثال كتيره. الواحد مؤمن بيها يعني بصراحه، وانا كمان الحمد لله كان جوزي الله يرحمه كان عامل ماجستير في الامثال الشعبيه. عامل ماجستير في الامثال الشعبيه، ما شاء الله. كان عامل ماجستير في الامثال الشعبيه. فكان حاجه حلوه جدا. في حاجات كتير. لا افتكر لنا حاجه من اللي جوزك مطلعها كده، الدرر دي اللي احنا ما نعرفهاش قوي. هقول لحضرتك اهو. ثواني كده معايا. يعني مثلا ايه؟ نخاف المليح يساوي الناس. نخاف ايه؟ نخاف المليح يساوي الناس، يعني الواحد لو تخين وخاف يساوي الناس. نخاف المليح يساوي الناس؟ يساوي الناس. مش فاهمين. وطبعا في حاجات كتير، وانددت الورده روايحها فيها. صح. والاصيله تنام على الحصيره. شفتي بقى المثل ده؟ هاتيهولي بقى.
لا ده في كمان حضرتك الأصيلة تنام على الحصيرة والنبي، يعني لو واحدة قالت ظهري وجعني وظهري اتقطم تبقى مش أصيلة؟ لا ازاي؟ يعني معلش شفتي يقوموا ايه حاطين حاجات كده، هتلاقي حماتها اللي طلعت المثل ده. مش قصدي الحماوات حلوين زي الفل حبايبي، ده انا حماتي هشوفها النهارده حبيبتي، بس اقصد ان هي ايه يعني مش عاجبها لازم تنامي على الحصيله والا ما تبقيش اصيل. لا وايه تاني قولي لي تاني؟ بنت الاكابر غاليه ولو تكون جاريه. بنت الاكابر غاليه ولو تكون جاريه. لا كان كمان في مثل يقول لك الشطره تغزل برجل حمارها والعويله تغلب النجار. انا ما اعرفش الجزء الثاني، هو ده الجزء الثاني من المثل؟ انا اعرف الشطره تغزل برجل حمار دي والعويله تغلب النجار. والعويله تغزل برجل حاجه ممكن، بس الشطره تغزل برجل حمار اعتقد ان كلنا عارفين عملناه في حياتنا. يعني ده حقيقي. يعني تلاقي اي حاجه بنعمل كل حاجه تعرفي تعمليها. ايه تاني؟ ده انت مسليه جدا. ويقول لك خد بنت الاصول لاجل الزمن يطول. صح. اظن ده صح. فدي حاجه دي صحيحه، دي حقيقه. ايوه يعني. صح فعلا بنت الاصول يعني بتستمر وبتعيش على اي حاجه. جوز حضرتك اسمه ايه؟ جوز حضرتك احمد حامد. كان بيشتغل ايه؟ هو كان مدير علاقات عامه في اكاديميه الفنون. عشان كده فعامل الماجستير بتاعه عامله مدير الأفكار الشعبية. جميل، ربنا يبارك لكم فيه، ربنا يرحمه. هو توفى الله يرحمه. الله يرحمه ويغفر له، ندعي له ان شاء الله ويبقى يعني لو تطبعيه والله هيفيد ناس كتير. يعني الرساله بتاعته دي لو اتطبعت واتعملت كتاب جميل قوي. مطبوعه اصلا، هي مطبوعه. طب جميل لو اتعملت كتاب. لا رساله مطبوعه. لو اتعملت كتاب هتبقى لطيفه جدا. معموله كتاب كمان. جميل، نسال عليه بقى. موجود فين؟ في المكتبات؟ اسمه لا لسه صراحه هو لم يعني يقدر ان هو كان توفى يعني. اعمليها بقى صدقه جاريه والله ونزليه يعني على روحه كده، يبقى علمي ينتفع بيه، لانه الامثال الحقيقه والحاجات الموروثات الشعبيه دي. في امثال كمان كتيره مش موجوده، في ناس ما تعرفهاش اصلا. طبعا ما هو يعني في كتير قوي اكيد حاجات لسه، وهو جايب مقصلها بقى، جايبها منين واصلها ايه وكده. طبعا طبعا كاتب، والمين اللي كانت على ايه، وكاتب كمان يعني تفسيرها يعني. لا سيبلنا بقى نمرتك نيجي ناخد البتاع ده بقى انا وانت كده. وانا موافقه، وانا موافقه لوحدينا، مفيش مذيعات تانية ياخدوه، انا اخده بقى، لانه لو ده كنز اللي انت بتقوليه ده كنز. ده فعلا خده نمرت. كنز صحيح بجد كنز. لا الله يكرمك، خلاص خده نمره مدام تركيا. انا عايزه دعوه ليه كده، ربنا يرحمه وصحيح. ربنا يرحمه ويغفر له يا رب ويجعله في ميزان حسناته. شكرا ليكي يا مدام تركيا. طيب اديني بقى، احنا قلنا من خاف سلم. عايزين نقول اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. دي برضو من الامثال اللي تجيب ورا وش. صح، اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. طب انت اللي تعرفه ده اصلا مفيد ليك ولا لا؟ احنا ممكن نكون مستحمين حاجات كتير جدا بتضرنا ومضايقانا ومش طايقينها، بس بتحت مسمى اللي اعرفه احسن من اللي ما اعرفوش. طيب هل اللي ما اعرفوش ده ممكن يكون في فرصه ليا احسن؟ ممكن يكون في حاجه اريح؟ ممكن يكون في حاجه اسهل؟ ممكن يكون في حاجه انا ما اعرفهاش خالص تعمل نقله في حياتي؟ ما هو اصل كل الحاجات اللي بجد انا مش عارفاها يا مؤمنه. ده انا مامة صاحبتي وهي عارفه نفسها عندها شغاله بتسرقها من مقشطاهم، مقشط يعني مقشطه البشريه. غيريها يا طنط، تقولي لا اللي نعرفه احسن ما نعرفوش. لا يعني بتعمل ايه اكتر يعني اللي ما تعرفيهوش احسن. تقولي لا اللي تيجي بقى جديده دي معرفش تسرقني وتعمل لي ايه كمان يعني وتخبطني على دماغي. شفتي بتسرق بس. شفتي بصي واصلين لمرحله ان اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، قد كده مسيطره على حاجه ما ينفعش نتعايش معاها. وبعدين ده مش ممكن بس على قد شغاله، ده ممكن يكون قرار حياه. يعني ممكن يكون قدامي منحه او سفر او شهاده او دراسه او نقله من مكان لمكان، مجرد خوفي من ان انا معرفش ده ومعرفش عقباته ممكن يعني يحرمني كتير جدا من ان حياتي تبقى افضل بشكل انا مش متخيلاه. وكم ناس جربت حاجات جديده وتيجي تقول لك هو انا كنت عايشه ازاي قبل كده؟ هو انا ازاي كنت مستحمله ده قبل كده؟ ده طبعا خدتي بالك؟ بما فيه بقى يعني انا برضو مش عايزه اقول كلام يعني ايه يتفهم غلط، بس في ناس مثلا عايشه حياه سيئه جدا، لما بتاخد قرار الانفصال مثلا بيبتدي يبقى حياتها مختلفه خالص. هي طول الوقت مسجونه في فكره ان انا مش عارفه اخد قرار انفصال، او
على المقابل ناس حياتهم منفصله شكليا، مش عارفين ياخدوا قرار ان هم يصلحوا علاقتهم ببعض. لما بنبتدي نشتغل في موضوع زي ده يا جماعه، طب ما تيجي هنا وتيجي هنا ونفكر سوا ونبتدي خطوه على خطوه على خطوه، تيجي تقول لك طب هو انا كنت عايشه ازاي قبل كده؟ صحيح. عشان انت كنت متمسكه باللي تعرفيه بس. خدتي بالك؟ فانا عشان كده بقول ان مثل زي ده، بصي كلمتين بترموا وانت ممكن تكون بنقولهم لاولادنا. صحيح. طيب لسه جاي لي مثل برضو اول مره اسمعه، بس يعني لسه قايلينه لي في وداني، الشكوى ابرك من 100 رقوه. يعني الست اللي تفضل تشتكي تقول هو اصل والله العيال تعبانين واولادي مش عارفه ومش لاقيين وبتاع، بدل ما تحسد يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. تخيلي بقى ده مثل رهيب. يا نهار ابيض. على فكره الناس دي بتخنقني. لا مش الناس، سيبك من تفكير الناس وغيره، انا بتكلم الشكوى ده انت بتجيبي لنفسك مزيد من الحاجه اللي بتشتكي منها. وش لا مش صح ممكن. صح ايوه مش كده، مش ممكن. يعني اللي يقعد يتكلم ان هو العيال تعبانين ممكن يعيوا، ده اكيد نحمد ربنا. ده اكيد يا جماعه ان الكلام ده، انا عشان كده بقول الكلام ده له عمق. عشان كده بقول الحاجات دي مش كلام. انت طول ما انت لو حد دارس علم طاقه او دارس علم نفس هيبقى عارف ان الكلام اللي انت بتقوليه انت بتبقي طاقتك مساويه ليه. فلو طول الوقت لا انا في بشتكي، ناس ما بيعملوش غير ان هم طول الوقت بيشتكوا. يعني اخبارك ايه؟ والله مش قوي. والله تعب، متخانقه وبتطلع عيني والعيال تعبني، مفيش الحمد لله او كله تمام. وكل صور الفيسبوك ناس حاطه كانيولا في ايديها وعامله حادثه ومصوره عربياتها. سبحان الله. حاجات كده. وبعدين برضو يستغربوا لما لو انت مثلا طلعتي واما بنعمه ربك فحدث فطلعتي فيستغربوكي. تقوليش الكلام ده، اوعي تصوري مع جوزك عادي كده. اتصور مع مين طيب؟ يعني الراجل يعني ربنا يبارك لنا فيه. لا بتصوري مع ليه؟ ما تصوريش مع جوزك. هتتخانقوا. هتعملوا يا ساتر. ما عادي، ما الدنيا بتتخانق كلها والناس بتتخانق والدنيا عادي. طيب الحلو ما يكملش. ده برضو مثل هدام جدا يخليكي طول الوقت، وده انا بشوفه بقى كتير جدا في الحياه يعني لايف بقى، ان انت طول الوقت حتى لو حياتك فيها حاجات حلوه تفضلي تنخوري وتدوري على الحاجه اللي مش حلوه في حياتك وتحزني عليها. تخيلي في ناس كتير من مبدا ان الحلو ما يكملش دايما طول الوقت متربصه هو ايه اللي ناقص، هو ايه اللي وحش. طب انا حياتي حلوه هي دي لا معلش هي دي بنقولها بعد ما بتاخدي لا 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 ما هو ده انت بتقول بعد تاخدي المقلب أقوله. تقصدي يعني بعد تاخدي المقلب بتقولي ما الحلو ما يكملش. طبعا على فكره ده بيبني عندك توقع انك عمرك ما هتقابلي حاجه حلوه. طب بس هل ده مش متماشي مع فكره ان الكمال لله وحده؟ صح. بصي انا لما اكون عارفه ان انا كبني ادم وكبقيه البني ادمين عندنا وعندنا حلو وعندنا وحش، هبقى عندي دايما انفتاح ان انا هاخد من البني ادمين الحاجه الحلوه وهتعايش مع الحاجه الوحش. انما اللي بيخلي الناس اللي بتقع ايه؟ انه ينبهر قوي بحد، ينبهر بالحاجات الحلوه اللي فيه، فيدخل بقلب جامد وهو متوقع انه ما فيهوش حاجه وحشه، مفيش حاجة، فياخد المقلب. لكن صح. انا هتعامل معاك او معاكي او ايا كان زي بالظبط عندي وعندي. لكن لما يبقى في شوية حذر يعني برضو، يبقى في عندي لا واقعية مش حذر، واقعية. انا ما هو انا عندي مشاكلي برضو، ما هم لو عرفوها هيبقوا برضو مش طايقين يعني. لكن انا لما ادور على الحلو ما يكملش هفضل ادور على الحاجة الوحشة في اي وضع او في اي انسان كويس قدامي. طيب دينا. اهلا يا دينا، ازيك؟ الحمد لله انا كويسة. الصوت بقى الو، انا سامعاكي كويس. قولي لي اخبارك. سامعاكي الصوت حلو قوي. اتفضلي. ازيك عامله ايه؟ انا مبسوطه قوي اصلا التوبك بتاع الحلقه جديد. بصي هو الامثال الشعبيه تقريبا بعد شويه كده بنكتشف ان هي صح يعني. يعني كل الحاجات بتاعت زمان اللي كانت جداتنا بتقولها لنا وبنقعد نتريق عليها وايه مفيش حاجه اسمها كده، سبحان الله يعني بتتحقق وبتطلع صح. ايه المثل يعني اللي اكتشفتي انه صح؟ مثل بتاع مع عدوك الا بنكارك مثلا. يعني ده طلع صح جدا 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 وطلع بجد يعني، اللي هو لا يعني الموضوع مش زي ما هم كانوا زمان بنقول واحنا صغيرين، لا ده مش صح ده مش لا، يعني طلع بجد يعني بالذات في الوقت اللي احنا عايشينه ده. انت جربتيش يعني عاصرتي موقف اثبت لك ان المثل ده ممكن يكون فيه شيء من الصح؟ المثل ده بقى فيه شيء من الصح كمان، ان هو الناس بقت يعني انا حتى بقول لك هو الناس بقت مصدقه الموضوع فبقت بتتعامل على اساس ان هو اذن هو حقيقه يعني، لو فعلا انت عدوي حتى يثبت العكس يعني.
فلا يعني هو بجد كل الحاجات بتاعت زمان رجعت بشكل كبير. في مثل حلو طيب يا دينا يعني شايفه انه مثل حلو مش تاثيره سلبي زي اللي فات؟ مثل حلو لا مش فاكره. طب تابعينا بقى يا دينا وهنشوف الامثال الحلوه. انت قلتي حاجه، شفتي بقى مع عدوك ابن كرك دي يعني هي بتخلي الناس داخلين الشغل متربصين، قصدك كده يعني؟ لا شفتي بقى، انا قلت شفتي بقى ان انت كل ما بتصدقي الحاجه بتلاقيها في حياتك. هي دلوقتي بتقول لك هي يعني ده بقى يعني ما ده اللي انا بقوله، ده تاثير المعتقد. هقول لك حاجه، انت عمرك ما شفتي مثلا كذا حد بيشتغل في نفس المهنه وراحوا مجتمعين مع بعض عملوا كيان ضخم جدا ونخوا سوا؟ طبعا كتير، دول نفس الكره اهو. الفكره ان انا داخله الحياه معتقد شكله ايه. ممكن اكون قابلت في حياتي ناس التنافس عندها مش حلو، ما اختلفناش. طبعا، لكن لما يكون معتقد في حياتي مع عدوك الا ابن كارك، يبقى انا عمري ما هعرف اتعاون مع حد، عمري ما هيجي لي افكار ان احنا نقوي بعض. ده الشركات الكبيره في العالم دلوقتي بتعمل ميرج كلها بتبقى كيان واحد. صحيح. هنيجي احنا يا افراد حبتي لا اصل خلي بالك فلان ده ممكن لو عندك فكره جديده او بروجكت شغال عليه مش لازم تسيحي، ما اختلفناش مش لازم. لكن فكره ان عدوي دايما هيكون ابن كاري او ان دايما ابن كاري عدوي، ده هيحرمني من حاجات كتير جدا، من افكار، من تعاون، ان احنا نقدم خدمات مع بعض. اللي انا عايزه اقوله انه في امثال كتير حلوه جدا حقيقي، زي المثل بتاع ارمي الخير واعمل الخير وارمي البحر. هيجي لك ولو عايم، دي انا بقيت وانا برضه اول مره اسمعها برضه. في امثال كتير حلوه جدا، لكن انا بطلب بس من الناس ان قبل ما تقتنع باي مثل وتعتبره رول بقى تمشي عليه في حياتك، فلتره، شوف هو هيقدمني ولا هياخرني. ورول كده برضو، اي حاجه تحجمك تبقى مش صح. لانه انت ربنا خلقك بلا حدود اصلا. طيب حاجه من الحاجات اللي بتحجم او سلبيه فكره سبع صنايع والبخت ضايع، دي بقى ايه؟ بصي دايما تيجي ناس تيجي تقول لك ايه، انا بعمل وبعمل وبعمل، مفيش، مش لاقيه ولا فرصه، مش لاقيه ولا وحش ونصيبي وحش. لو انا مقتنعه بالمثل ده هبتدي ارمي الغلط على فين؟ على النصيب. اصل انا سبع صنايع يا عيني والبخت ضايع. فعلا ده انا عارفه كل حاجه اهو، بس هم يظهر الناس اللي بيعرفوا كل حاجه دول بيبقى بختهم قليل. لكن لو انا عندي يقين بانه ممكن في اي تحت صنعه من السبعه دول هيجي لي فرصه، لو انا فضلت مصحصحه ومركزه هتبتدي الحياه تتغير. خطوره المثل ده انه زي ما بقول لك كده، لو انا ايقنت بيه وابتديت ابقى وناس كتير تيجي تقول انا موهوبه جدا، ده انا بعرف اعمل واعمل بس هو يظهر كده فعلا. لما اكون مؤمنه بحاجه زي كده يبقى انا حركن. صحيح. يبقى انا عمري ما حد يودني ولا فتح دماغي لاي فرصه ممكن تظهر. صحيح. لان انا خلاص انا بقيت زي اللي بتطلع تقول لك اصل ما انا شاطره جدا بس هم ما بياخدوش غير الوسايط، او ما بياخدوش المحجبات، او ما بياخدوش البتاع. على فكره انت لو مش محجبه مش هتتاخدي برضو بالاتيتيود ده. بالظبط، شفتي بقى هو ده الاتيتيود. ولو عندك الواسطه مش هتتاخدي برضو لانك مش شاطره. فاللي هو الكلمه دي اللي بتتصدر في الاول يعني ما لهاش علاقه. صحيح. هو دي خطوره المعتقد. شفتي الموضوع ده عميق. صحيح. انا عايزه اشكرك الكاتبه دكتوره هبه ياسين المرشد الاسري والنفسي. انا بشكرك شكرا جزيلا، الموضوع لطيف جدا. انا بشكرك الثراء بقى. نتفق على الثراء كده، تغيبي تقعدي لك كام يوم كده في اسكندريه وترتاحي، وبعدين نعاود وتجيلنا تاني تكلمينا. بشكرك شكرا جزيلا. انا بشكرك جدا. احنا بعد الفاصل فقره طبيه مسجله.